الكرة حلوه جدا اللي جه منها الهدف طبعا. فوتها الايمن حفني بشكل جميل وخدع فيها دفاع نادي المقاولين او شريف علاء الظهير الايسر، وكان من احلى الاهداف الموسم السنه دي. خالد ازيك؟ ازيك يا كابتن كريم، مساء حضرتك ومساء الكابتن علاء والكابتن نادر والكابتن وليد. الله يخليك، مبروك 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 يا خالد، ربنا يبارك في حضرتك. يعني ما جبتش اجوال النهارده بس عملت جول حلو. هو الحمد لله، والله الحمد لله اللي الواحد بيهدي وبيعمل اللي عليه، وبتاعت ربنا بقى في الاخر حته الجون دي والحمد لله. خالد، يعني الناس الفتره اللي فاتت كانت بتتكلم خالد قمر لسه، خالد قمر لسه، لكن قدرت ما شاء الله تسجل في مباراه دمنهور وبدات ترجع تاني للتشكيل الاساسي. شايف الفتره الحاليه ازاي بالنسبه لك مع نادي الزمالك يا خالد؟ والله كابتن كريم، انا الفتره اللي فاتت كنت بلعب في نص الملعب، ما كنتش بلعب فيرود. كان ممكن كنت بلعب وبادي في المكان اللي كان، يعني كنت بتسقط قوي، كان باشيكو بيخليك تسقط قوي. مثلا احمد عيد مثلا وايمن حفني وباسم مرسي كان قدام، كنت انا تحتيهم الثلاثه. يعني ان انا ممكن ادافع، انا اقرب واحد للدفاع للاثنين الديفندر. ما كانش ليا خطوره الفتره اللي فاتت دي على الجون، لكن لما بدات ان انا العب لقدام وكابتن وبقيت العب فيرود وكده، ربنا اكرمني وجبت جونين الماتش اللي فات واللي قبليه، وبقى لي خطوره يعني لما بلعب فيرود. حاسس ان انت مستريح اكتر مع كابتن محمد صلاح؟ كابتن محمد صلاح بيلعبك في المكان اللي انت بتحبه. والله الحمد لله، انا مش يعني انا الحمد لله مستريح، اما يعني الفتره اللي فاتت لعبت اكيد، يعني طالما بلعب الواحد بيبقى مستريح، حتى لو ما لعبتش ببقى يعني الحمد لله، يعني بحاول انا ادي اللي عليا، وفي التمرين بموت نفسي وبتمرن عشان برضو الناس بتقعد تقول خالد، الناس يقعد خالد يلعب خالد مش عارف، يعني الحمد لله بعمل اللي عليا والباقي على ربنا. خالد، ليك تعليق على شكوى النادي الاهلي لخالد قمر ومعروف يوسف اللي انت وقعته في الاهلي ووقعته في الزمالك؟ والله يا كابتن، انا بقول لك ان شاء الله ما فيش اي حاجه بالنسبه ليا، انا ان شاء الله ما فيش اي حاجه. الكلام انا كانت في قاعده فعلا من فتره وانا على ذمه اتحاد الشرطه مش مع نادي الزمالك. كانت من فتره يعني، وبعدين يعني الموضوع من يعني وانا متقيد في نادي اتحاد الشرطه. ايوه، لكن وانا في نادي الزمالك ما قعدتش ولا قعدت مع حد، وان شاء الله ما فيش حاجه. انا حاسس ان شاء الله، ما احنا بنتكلم، انا بتكلم على فتره اتحاد الشرطه والنادي الاهلي بيتكلم، ولما انت كنت في اتحاد الشرطه مش على الزمالك، واحنا يعني الموضوع وانت في اتحاد الشرطه. الموضوع انا في اتحاد الشرطه فعلا قعدت مع ناس وبس، ما يعني ان شاء الله يعني. وقعتش يا خالد، ما وقعتش على عقود مع النادي الاهلي؟ مش عقود يا كابتن، يعني انا قعدت مع كان المهندس عادل الكيعي، قعدت معاه وكانت اتفاقيات كده يعني. اتفاقيات، بس ما وقعتش حاجه بايدك. يعني طيب، عشان ما اعترف يا خالد، اعترف يا خالد، علاء بيقول لك اعترف خالد، اعترف يا خالد، ما خلاص، ما ان شاء الله ما فيش حاجه يعني. خلاص انت اعترفت يا خالد، ان شاء الله ما فيش حاجه يعني. ان شاء الله خالد، اولا مبروك على مباراه النهارده، ومن كنا احنا بالاستوديو هنا في مباراه دمنهور كنا قلنا من مميزات مباراه دمنهور ان خالد قمر احرز هدف، فرق معاك الهدف ده يا خالد؟ اكيد طبعا يا كابتن، والله ما ماتش دمنهور ده كنت ضيعت كره قبل الهدف كده، كانت سهله قوي، لكن ما جبت جون، الناس كلها فرحت وجمهور نادي الزمالك كله فرح، واللعيبه قبل الجمهور كلهم فرحوا ان انا جبت جون. هي كانت واقفه فعلا معايا شويه، بس الحمد لله جبت جون ماتش دمنهور، والماتش اللي فات جبت جون، وان شاء الله تفضل على كده ان شاء الله. ان شاء الله خالد، دايما خالد الاحسن. خالد مبروك، ادائك بدا كمان يرجع زي ما عودتنا، زي ما كنت في اتحاد الشرطه مهاجم متألق. عايز اسألك على الهدف يا خالد، الهدف جملة جميلة قوي اتحركت فيها انت واحمد علي بشكل رائع، سهلته على احمد عيد عبد الملك، واحد خد من ورا الباك رايت وواحد دخلت انت في القلب. هل انت كنت شايف بقى ايمن حفني ومرتب وشايف شريف علاء وهو جاي ضاغط عليك؟ اوصف لنا الهدف يا خالد. والله يا كابتن، هو الكابتن صلاح مدينا حرية احنا الاربعة قدام، احنا يعني الكرة كانت مثالي، كانت ناحية الشمال، وبعدين التحرك انا شايف ايمن ورايا بس شايفه من بعيد، ما توقعتش ان هو يبقى قريب قوي كده، بس شفته من بعيد. اول ما الكرة قربت وكده ايمن قال خالد، انا يعني توقعت برضو ان السردباك هيجي لي عشان ما اروحش اخد الكرة واروح انفراد، كنت ممكن استلم وادخل بقى لجوه، بس هو السردباك جه، انا فوتها لايمن وايمن حطها الصراحه يعني حلوه قوي. لا معموله حلوه، وايمن واخد قرار يا كابتن قبل ما ايوه، واخد قرار يعني هنحللها. هو قال لك خالد ولا قال لك سيبها؟
عشان سيبها تبقى فاول. الخالد سيبها ده كابتن هيبقى فاول كابتن. بس الحكم مش سامع مش فارقه. حكم اجنبي. بس خد بالك خالد هو اللي ضغط وقطعها كمان. خالد مبروك النهارده. بس انا عايز اسالك سؤال. احنا طبعا مش بنتكلم على امكانياتك الفنيه، كانت واضحه جدا في اتحاد الشرطه. بس بدات تستوعب او تعرف الفارق ما بين اتحاد الشرطه والزمالك في الضغوط العصبيه؟ لان كتير من الاوقات بعض اللعيبه بيبقوا متالقين في الانديه بتاعتهم وامكانياتهم عاليه، انما مع الضغوط، واكيد انت تعرضت ليها لانك انت جيت وبعد كده حصل فيه بعض الهفوات للفريق، وبعد كده حصل خساره، وبعد كده الناس بدات تحملك ان الفريق ما بيكسبش والفريق ما بيجيبش جوال. بدات تستوعب يعني ان الكره في الزمالك وفي الاهلي بالذات وفي منتخب مصر مختلفه تماما؟ بدات تستوعب؟ اكيد طبعا يا كابتن. الفريق يعني فريق الزمالك حتى يعني اللعيبه كانت بتقف معايا في لعيبه الزمالك كانت بتقعد تتكلم معايا تقول لي انت من احسن فرقه موجودين في مصر، انت فرقه مصر وانت لعبت منتخب، خلي عندك ثقه في نفسك وانت بتلعب، انت لعيب جامد، انت يعني اللعيبه بتقعد تتكلم معايا. والله يا كابتن يعني هم فعلا، انا يعني كان في فتره كنت ببقى نازل الملعب ببقى نفسي اجيب جون عشان خاطر جمهور نادي الزمالك اللي نفسه خالد يجيب جوان وكده. بس يمكن دي كانت يعني بقى اللي انت عارف يا حضرتك طبعا اللي بيبقى نازل هيجيب جون دي ممكن ما تجيش ممكن كده. لكن انا الفتره اللي فاتت دي كنت بجتهد في الملعب وسايب حته الجون دي سايبها بقى. فعلا اللعيبه كانت بتكلمني تقول لي سيب الجون هيجي لوحده، وفعلا من الماتشات اللي فاتت الجون يعني كنت بجتهد في الملعب والجون جه لوحده الحمد لله يعني. بالظبط. هو بس اللي انا عايز اقوله لك خالد، طبعا انت زي ما قال كابتن وليد وكابتن علاء وكابتن كريم انك انت لاعب كويس وامكانياتك كويسه، بس لازم تعرف ان لعب في الزمالك مختلف تماما، ضغوط مختلفة والضغوط مختلفة تماما. يعني انا ياما شفت لعيبة الحقيقة وعصرونا وكانوا لعيبة كويسة جدا ومتألقين في الاندية بتاعتهم، بس ان شاء الله اكيد مش هتكون يعني طريقك زيهم، انما ممكن يكون بعده وبطلوا كورة عشان ما قدروش يستحملوا الضغوط العصبية في الفرق الكبيرة. ان شاء الله كابتن، ان شاء الله انا بقعد حضرتك وبقعد جمهور نادي الزمالك، احنا معانا مجموعة لعيبة على اعلى مستوى، بنشيل بعض في الملعب، بنكلم بعض قدامنا، خلاص الماتش ده خلص بنكلم خلاص الماتش الجاي ان شاء الله. يعني والله المجموعه اللي معانا في نادي الزمالك دلوقتي مجموعه محترمه جدا، وانا يعني ان شاء الله ابقى عند حسن ظن الناس واحاول افرح جمهور نادي الزمالك ان شاء الله. ان شاء الله بكره هيتم يعني حد استدعاك للتحقيق في اتحاد الكوره ولا لسه؟ لا مفيش حد كلمني خالص في الموضوع ده والله كابتن، ولا اتكلم المسؤولين في الزمالك من اتحاد الكوره ان انت تخضع لتحقيق او تروح اتحاد الكوره او كذا؟ مفيش اي حد كلمني في الموضوع ده خالص والله كابتن، حتى يعني اي حد مفيش حد كلمني خالص، وانا بسمع بس كلام، ولو في حد كلمني انا عادي، انا جاهز يا كابتن. مبروك يا خالد وبالتوفيق ان شاء الله في الماتشات اللي جايه. خالد قمر طبعا من اللاعبين المميزين اللي كان ظهر واكبر الكابتن شوقي